قمر 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 يا يارا. ميرسي يا روحي، انتي ما كدبتيش. طب والله العظيم احلى عروسه في الغردقه كلها. غردقه بس؟ في مصر كلها يا مامي. ربنا ياخدك يا بعيده. فريده انتي قلتي حاجه ما سمعتكيش، بتطبلي معاهم او حاجه؟ لا يا روحي. اوكي، ممكن بقى تسيبيني اروح اشوف شغلي. حبيبتي انا شغلك النهارده. وده مين ان شاء الله اللي قال لك كده؟ فارس هو اللي قال لي ان فريده في ديلك من اول اليوم لاخره، فخليكي في ديلي. وما قالكيش بالمره اشتراني بكام؟ ممكن هتكلم في مشاعري يا اشرف، بليز سيبوني يا جماعه. بيرو give me your hands. هي بجد هسألك سؤال. اتفضلي. انت اشرف بتكلم في، انت اكتر واحده عارفه فارس. ارحمي امي بقى. هو بجد دلوقتي خلاص مش بيتكلم مع اي واحده تانية صح؟ لا اطمنيني من الناحيه دي، مبقاش يبص لاي واحده. كنت متاكده ومتوقعه. هو يعني كان هيلاقي زيي فين؟ ولا في شعري فين؟ مررت يا الله اكبر عليا. اشرف فوليوم. ده هي بقيت متحركه فوزي حرام. بقولك ايه؟ اه خدي ديلي بقى. اهدى يا فارس اهدى، مش كده الليله دوب ولازم نرضى بالمكتوب. الليله دي الليله دوب ومفيش قلوب تجرح قلوب الليله دي. ايو 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 ايه 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 تا تا تا. سوري معلش افندم. تحت امرك. طبعا يا فندم حضراتكم منورينا في الريزورت واكيد منورينا في الحفله، بس حضرتك لابس قميص ابيض وده ممنوع في حفله النهارده، انا اسف. ايه المشكله ان انا لابس قميص؟ هو بديته سودا. هو حضرتك ما ينفعش اساسا تتكلمي بالروج البينك اللي حضرتك حاطاه، لان ده برضو ممنوع في حفله النهارده. وحضرتك يا فندم لو شفنا الانفيتيشن هنلاقي مكتوب دريس كود تحت عزاء فارس قنديل. سوري. يعني نرجع القاهره وبلا فرح؟ انا رايي ترجع للمدام في الموضوع. لا طبعا لا طبعا، ما خلصناش يا فندم. ايه يا ادهم، دول ضيوف فارس بيه. انا عندي عرض لحضرتك تحفه يا فندم، عندي قميص اسود وجرافات تسليم هتاكل من البدله حته، وعندي بادي اسود للمدام يبقى تحفه على حضرتك للمناسبه السعيده ديت. كل دوت ب 1300 بدل 1600. اشتغاله بقى يا حبيبي. محروس يلا بينا، معانا هدوم صدف العربيه. يلا. طب اديني 500 جنيه واروح اجيبهم لحضرتك. على فكره بقى لازم العربيه تكون سودا هي كمان. سعيد انت بتعمل ايه؟ ان انا بسترزق كده ادهم، قلت بدل الموضوع مش جايب همه قلت اجيب شويه قمصان سودا عشان الظروف الصعبه اللي زي دي. اولا اسمي مستر ادهم، نمره اتنين لو سمعت الاوفر ده اتقال لاي حد داخل هتزعل مني قوي يا سعيد، وثلاث ثواني ثلاث ثواني ما لقكش قدامي. اتفضل. حاضر. اتفضل يا سعيد. ان شاء الله هيتجوز. وانا كمان ليها. بتقولي ايه يا يارا؟ الطرحه بتاعتك اتقطعت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا لا، الطرحه دي اهم حاجه في الفرح، اهم من المعازيم والفرح نفسه. لا احنا لازم بقى ناجل الفرح ست شهور عشان نجيب طرحه ثانيه. ايوه عشان تليق على الفستان. طب يا يارا بعدين 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 بقى. نبيل فارس حبيبي، والله جاي لك من العناية المركزة حالا أنا والأستاذ بودي. قالوا لي ساعة واحدة بس، ساعة واحدة لو اتأخرت على المشرحة. أنا والأستاذ بودي. إيه اللي حصل لك يا ابني؟ سمعت كلامك يا أخويا، ولأول مرة في حياتي أقول لأ لمراتي. ويا ريتني ما قلت. إيه ده؟ هي اللي عملت فيك كده؟ هي؟ ده هي وأمها وأبوها وأصحابها اللي على الفيس. أنا اتنفخت يا صاحبي. معلش معلش يا حبيبي أنا آسف. لا لا أنا آسف أستاذ بودي. لا 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 ما تقولش كده، إحنا إخواتي يا جدع، عيب عليك. أهو ما شاء الله ربنا كرمك وهتلبس وهتتجوز وربنا إن شاء الله هينتقم منك. كده؟ طب روح قول لها لأ بقى تاني. لا. سعيد ولا سعيد؟ سعيد. عايز إيه؟ عملت إيه؟ في إيه؟ قال لك عليه. هو ايه؟ ويلي قصدك المأذون؟ ايوه. عملت ايه؟ مش قالك طفشت طفشت؟ يعني انا مستني واحد زيك عدوي يقول لي الكلمتين دول. سعيد عدوي ايه؟ طبعا طفشته. اول ما دخل عليا قلت له يا مولانا تولالة. مولانا تولالة؟ يعني ايه مولانا تاني؟ كنت عايز اقلقه. ايه؟ بكلمه بالسيم زي ما انت بتكلمني. رحت اديته كمان بقى، قال لي هو مش ده فرح فارس قنديل؟ قلت له الله يرحمه يا مولانا ويحسن اليه. وتأثرت قوي بقى. ها؟ ايوه ايوه. قلت له ده في العنايه المركزه دلوقتي بين الحياه والموت، الحق روح زوره بقى. هو في العنايه المركزه دلوقتي؟ بس فارس في العنايه المركزه؟ يا غبي. ايه؟ ده انا بقول له هو كده مستر فارس جوه. ايوه صح، ما لسه بقى
انت بتشتغلوا؟ ايوه بشتغلوا. انت اشتغلتين انا؟ ايه رايك؟ إيه؟ اقنعتك؟ ايوه يا ابن اللذيذ. ما انا اقنعته هو كمان. جدع جدع. الحمد لله. بقول لك ايه؟ روح لمستر فارس بقى طمنه، قول له انت وراك رجاله. ماشي. استنى. إيه؟ تاكل الزلط. ماشي. استنى. إيه؟ تاكل مش عارف. مفيش حاجه في بالك ما توقفنيش. ماشي. 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 فرحان فرحان. ماشي. مستر فارس عايزك تطمن خالص. وراك رجاله تاكل الزلط. رجاله تاكل مش لاقي لها حاجه. جدنا كنت فاكركم بتشتغلوا وني النفس الطويل مش حلو عشانك جدي عامل لي عزا يبقى جوازك انت بتتحداني يا ابن انديل انت مش حامل النفس الطويل انديل بيه معلش بص بقى جدي انت غصبت عليا في الجوازه دي سيبني بقى احتفل بطريقتي ينفع كده يا جدو بقى حفيدك الوحيد تعمل فيه كده للدرجه دي بتكرهه لا 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 لحظه واحده الجثه دي اللي جابها هنا اه ايه ده مين الخفيف ده يا جدو غلاب عبد الوهاب محامي انديل بيه اهلا وسهلا اوه يلا معانا غلاب لا 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 انت مش حامل كحه شرب عليك وحش معلش هو مفيش اكل انا رسالة ورد على دي سؤال مين الجثه دي؟ مين الجثه دي؟ ده نبيل صاحبي وده بودي محاليل ده مين ده؟ بودي محاليل بودي بودي محاليل حلو حلو ثقة محاليل وبيعمل الجثه دي انت انا عامل فيك كده انا انت داس عليك قطر ولا ايه؟ يا ريت داس عليا مراتي ما رضيتش اقلب لها السلطه قلبتني شيف قلبتك شيف يا غرار يا جدي ده متجوز بقاله اسبوع بص حصل له ايه نحن السابقون وحفيدك ان شاء الله بيلاحقون انت تقول لي مش دلوقتي الا اقوم اكمل على اللي عملته فيك مراتي الله الله بس سيب لي سيب لي فيديو تحاليل محاليل يا نبيل محاليل يلا يا بودي يا نبيل خليك خليك استنى استنى يا بودي استنى يا بودي جدي انا عايز اجيب لك بقيه اصحابي عشان تعرف ان انا عندي حق وكلهم جت انا لا الحمد لله كلهم سلام لا والله لا ينفع ينفع ثلاث ايام ما اكلش ليه يعني ثلاث ايام؟ اه ليه؟ نسيت انشر عادي نسيت ايه؟ انشر حبيبي والله مشغول وانت نسيت ايه؟ انا نسيت نفسي لا حول الله نسيت نفسي للاسف أوه. كل حاجة طلبتها مني عملتها أوه. طب الحمد لله عربية أحدث موديل حاضر وغير الحمد لله شقة في التجمع الخامس حاضر وغير الحمد لله مارشميلو حاضر وغير مين مارشميلو؟ مارشميلو حلويات عند الدين أنت مش حامل مارشميلو للأسف يعني أنت ما ليش فيه وأنا كمان ما كنتش أعرفها بس جبتها وغير الحمد لله جبتها لك قلت أريح دماغي من الزن بقى كتبت كل حاجة باسمها وماله؟ نمت صحيت لا لقيتها ولا لقيت الحاجة. شفت بقى يا جدي؟ عشان كده بقى أنا مش عايز أتجوز. مش هتجوز. أنت بتزيح عليا يا مش حمل القوامة لا سيبني أنا أضربه. أضربه. هما دول صحابك جايب لي جايب لي نماذج نماذج غير مضيعة. تشع طاقة سلبية ما عندكش نموذج حي زيي. ها؟ إيه مالك فيه؟ إيه ده؟ وايه اللي جابه ده كمان؟ المأذون وصل عند البيت. ايه؟ المأذون وصل. المأذون وصل. انت حبيت تعمل حركه عشان انا ما كلمته وجبته. هتتجوز يعني هتتجوز. طب. حالة التورتة طازة ربنا يبارك لصاحب النصيب ملحوظة رشة سكر بره لا اكتب بالمرة استعمال حلواني انت بتعمل ايه يا ابني انا بنزل اعلان للتورتة البيضة الفواكه اللي صدرناها من الزباين والله العظيم يا سعيد انت ابن حلال يا سعيد الله يبارك لك انت عارف انا بقالي قد ايه ما اكلتش تورتة فواكه زمن يلا بسم الله انا وانت بقى لا ما يصحش يا مستر ادهم ما يصحش ايه دي هتتباع تتباع ثلاث ثواني
ثلاث ثواني ما لقكش في المكتب اتفضل بره. حاضر بس خلي بالك منهم دول زي عيالي. زي عيالك؟ امشي اطلع بره. حاضر. زي عيالي. ايه طارة فواكه وبتصادرها؟ ما هو سنة. ايه ده؟ ايه؟ كنت فين كل ده؟ كنت مع العروس يا سيدي. عايزانا افضل معاها طول الفرح. انا سمعت ان الطرحة باظت. مش خايفة لا بصمتك عليها؟ ممكن تسكت خالص. ما دام مالكش دعوة. لو بتحبيني بجد ادعيلي الفرح ده ما يتم النهارده. لا ان شاء الله هيتم، ان شاء الله هيتم، عشان مش فاهم انت ليه مصممه حاطه فارس في دماغك. ممكن حضرتك تبصي حواليكي كده، يمكن تلاقي حد تاني مثلا يحبك ولا حاجه وانت مش واخده بالك منه. من الحمار ده ان شاء الله لا يحبني وانا بحبه حد تاني. حمار؟ شكرا شكرا. استاذنك هقعد عشان خاطر انهق شويه. انا مش قلت نصلح السقف؟ الفرح ده هقلبهولك ميتة ما سعدت البيت. انا خلاص وصلت عند المصدر. سلام. حجوزات النهارده كتيرة جدا بجد. أنا مش عارف أعمل إيه، كمية حجوزات رهيبة. صباح الخير. صباح النور يا فندم، معلش ثانية بس بخلص حجز. مساء الخير. معلش عذرا يا فندم، بس النهارده عندي حجوزات كتيرة جدا. أمر يا فندم. لو سمحت أنا كنت عايز أوضة دبل تريبل. تأجرها يعني؟ لا، هحشيها. أهلا بيك يا فندم. هأجرها طبعاً، أمال حنايم فيها دقني. عذرا يا فندم، معلش النهارده عندي يعني حجوزات كتيرة جدا فمش مركز. الغرفة عندي في اليوم ب 2000 جنيه. 2000 جنيه بس كده كتير قوي 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 يعني. يا فندم ده السعر خاص عشان خاطر حضرتك. ازاي؟ انا قلت يعني المكان مش ولابد واكيد مفيش حجوزات فانتوا عاملين تخفيضات. لا يا فندم مع احترامي لحضرتك احنا مكان لابد جدا، وعلى فكره احنا اوتيل 5 ستار ونسبه الاشغال عندي عاليه جدا. اقول حاجه لحضرتك، الاوضه اللي هديها لك دي اوضتي، احنا مفيش اوضه فاضيه. ياه انا كده بتكسبوا بقى. اوه يا فندم مكاسب مهوله. انتوا مش عارفين نودي فلوس فين. سامحني بس يا فندم. الو ايه فريده الفوق الالماني؟ لا ثانيه واحده، حضرتك هتاخدوا غرفه ولا دي الفوق الالماني؟ انت هتقعد الفوق الالماني كله في غرفه؟ ما هم حضرتك اطفال فبيحازوا بعض. مفيش مشكله، ممكن تحط لي كرسي جنب الاطفال انا ممكن انام. لا ما يصحش. لا 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 والله ما يصح لحضرتك خلاص. لا لا يلغي معاها. فلوس دولار ايه يا ماما؟ انا قلت كده ما برجعش فيها. خلاص يا فريده يلا. نورنا يا فندم. شكرا بس يا ريت الغرفه بسرعه عشان دقني ابتدت. يا غريب ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ ايه يا جدع خضبت في ايه؟ ايه ده؟ ايه الوردة السودا دي؟ شطت منك في الفرن ولا ايه؟ هو يوم اسود من اوله. عقبالك يا سيدي. حياتك ان شاء الله. ايه ده؟ انت مين؟ ها؟ انت من قرايب العريس ولا العروسة ولا مين؟ تقدر تقول من قرايب العريس وقرايب العروسة وقرايب المأذون، ميكس كده. انا مش فاهم حاجة. ولا انا. المهم انا كنت عايز اسأل على حاجة. هو ده مش منتقع فارس عامر قنديل ابن عامر حفيد قنديل؟ ايه منتقع؟ فرح؟ أيمين يعني فرح فارس عامر قنديل ابن عامر حفيد قنديل. ما شاء الله عليك ذكي قوي. الله اكبر. شكرا شكرا. هو يبقى اكيد قنديل ده مليان. ده خاسس والله على فكره. انا ما اقصدش قنديل مليان يعني تخين، انا اقصد مليان بالدفي مع فلوس. أيوة. عشان يعمل فرح في المنتقع ده كله لازم يكون دافع فيه المبلغ الفلاني. اول فرحته بقى يا سيدي. ان شاء الله تبقى اخر فرحته ان شاء الله. لا 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 حول الله. لا 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 مالك يا لا فضفض لي في في لا لا مهما كانت الصعوبات لازم نكون اقوياء. لا لا لازم. ده بعيد عنك راجل بخيل قوي. بخيل قوي؟ بعيد على قلبه قد كده. قد كده معاه فلوس اقسم بالله. انا ما حسيتش على فكره. واضح والله ما بحسيته. واضح. انا بحقد عليه. تحقد عليه؟ ده انا الجرسون الوحيدين مش عايزين يجيب واحد غيري ولا يقبضوني ولا حتى يرقوني ولا ايه. لا حول الله. الجرسون الوحيد هنا لهوي دول مصمصوك. انا حبيتك قوي. معلش معلش اصبر كده واصمد. يلا خش انت في جرابك. يلا قنديل ده شكله معاه فلوس كتير قوي. مش عارف راحت فين بس كل ده بتدور على البطاقة. شكلها اتسرقت.
هو يجوز اتجوز من غير بطاقه؟ لا يجوز، اي ما ينفعش. طب خلاص يبقى ما فيش نصيب. تدلكك ولا بتدلكك؟ ما انت سامع يا جدي بيقول ما ينفعش اتجوز من غير بطاقه. لا لا محلوله البطاقه يا مولانا. اسمع يا شيخ مولانا فارس، استنى. دينو كده انت جبتها منين دي؟ من الاوضه طبعا. انا قلت له هتلاقيه مخبي البطاقه تحت المخده اللي على سرير نومه زي ما كنت بتخبي زمان الشوكولاته. يا فرن وزوغ. ما تخافش يا ابني، الجواز مكتوب على كل واحد مننا فعلا زي الموت بالظبط. اهو الواحد بيبقى مكلبش في الدنيا بايديه واسنانه، يجي الجواز يخطفه في لحظه. فعلا كام واحد من الناس كانوا في وسطينا ودلوقتي مرميين في بيوت مراتهم. والله العظيم الراجل ده بيقول حكم. ده ايه؟ ناصح امين. انظمك يا ناصح، ده انت ناصح ولا امين؟ ده انت زفت الدين في كده. انت جايب المأذون ده من عمر مكرم ولا ايه؟ والله العظيم كان كويس، هو شاف العزا دخل في الموت. ايه اخرج اخرج من الموت. انا اخرج الان. اخرج بسرعة. اصبحت سعيدا. اذا هيا هيا يا بني تشاهد وقل زوجيني نفسي. لا اوعى تقول. لا لا وابدا تاني بني افصل عنه الاجهزه يا بودي. حاضر يا باشا. بودي يلا يا ابني قول زوجتك نفسي. جدي زوجك نفسي. انت هتهزر؟ اقسم بص قدامي الناس والله مش ده اللي حصل. يلا يا شيخ انا قبلت زواجه على عيبه. هيا يا بني وقع على عقد الزواج. لا لا يا فارس ما توقعش يا فارس. لا توقع يا فارس. ما تنديش يا فارس حتى انت يا بودي. يلا يا ابني خلصني. وقع على عقد الزواج. وقع حاضر يا جد. حاضر 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 يا جد. حاضر يا جد. لا يا فارس حاضر يا جد. لا 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 مش هتجوز. ده فول اوبشن قوي. ده حديث. ترى مش هذا الكرسي انت بتشاور على نفسك. ما حضرتك انا تعبان بس 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 واضح ان حضرتك تعبان اكتر مني. انا نفسي اساعد حضرتك. ما انا يا فندم لسه ما وصلتش لشابتر الجلطات والازمات القلبيه. ما وصلتش ليه؟ للأزمات القلبية والجلطات. ده لما توصل لش سبطر أكون أنا تسبطرت. هلا يا بيت بسلامتك. أقول أكذب. على فكرة أنا ممكن أسلي حضرتك. أكذب. جدو يا جدو يا أجمل جد تعالى نلعب وننسى الجد. الله الله عجبتك؟ صوتك حلو أوي. سانكس جدو. اطلع بره. إيه؟ اطلع بره. ما اقدرش اسيبك انت كيس. جدي الف سلامه عليك يا جدي. فارس ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ بص عليك يا اخي انت ايه؟ انت تقتل القتيل وتمشي في جنازته؟ انا شفتك فين قبل كده؟ انا ده؟ انا ده دكتور امجد. انا اللي حضرت العزا بتاعك او الفرح. طب معلش ممكن تسيبنا لوحدنا؟ لا ما اقدرش اسيبك لوحدك. ما اقدرش اسيبك مع الكيس بتاعتي. لان حضرتك من ساعه ما مشيت من الفرح وهو في الحاله دي. يا اخي اعتبرها جلسه عائليه بيني وبين جدي. ممكن تتفضل انت. انا عايزك تسيبني انت كيس. ابوس ايدك سيب الكيس ده واخرج بره. ابوس ايدك واخرج بره. ده جدو ده اطلع بره. اطلع بره فارس. انا مش هسيبه. انا هستناك بره. حاضر يا جدو. انت اللي مجنون. ده مجنون ده ولا ايه؟ الف سلام عليك يا جدو. فارس فارس انا عايز اقول لك كلمه واحده قبل ما اموت. اتفضل. طز فيك كده يا جدي. يعني حتى مش قادر تمسك لسانك وانت عيان. عشت العمر كله أتمنى إنك تتجوز وأشيل عيالك على كتفي.
ما انت شفت يا جدي، شفت اصحابي اللي اتجوزوا حصل فيهم ايه؟ عايزني يعني ابقى زيهم؟ لا مش هو ده السبب. انت فارس اللي مش عايز تتجوز عشان ما تشيلش مسؤوليه. لكن معلش اللي ما قدرتش اعمله في حياتي هعمله بمماتي. يعني هتعمل ايه يعني يا جدو؟ هتبعت لي عفريتك يعني يخلينا اتجوز بالعافيه؟ هزر 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 يا خفيف. بكره تقعد مع المتر غلام لو بصيته بايه؟ لا بصيته بايه يا جدو؟ شغل لك خليها لك مفاجاه. لازم احرق دمك زي ما حرقت دمي. انت غريبه يا اخي، انا ليه عشت العمر ده كله من غير ما اتبرى منك؟ كان لازم اتبرى منك. كان لازم. جدو بلاش يا ظرف الحاجات دي. جدو انا مملكش غير الفلوس اللي انت هتسيبها لي بعد عمر طويل. جدو جدي 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 الله يرحمك يا قنديل بيه، انه لله اللي كان السبب. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ يعني انت مش عارف ايه يا اخي؟ ايه؟ انت وحش؟ كان هيحصل ايه يعني لو سمعت كلامه وجوزت واحدة من البنات اللي جابها لك؟ او حتى من البنات اللي ما جابها لكش؟ يبقى فكرني ارفضهم كلهم بعد ما استلم الميراث. ميراث؟ ايه دي؟ هو انا جدي ليه وريث غيري؟ للاسف لا. هو مش قال لك هيعمل لك مفاجأة؟ ايوه. قال لي انه سايب وصيته معاك. هو فعلا ساب الوصية معايا ومضاها بخط ايده. وخلاني سجلتها في الشهر العقاري. جدك شرط عليك انك تتجوز في خلال 60 يوم والا هيضيع عليك تلت الميراث. ده ايه شغل العافيه ده؟ هو مش قال لك مش هعرف اجوزك في حياتي، هجوزك بعد مماتي. بقول لك ايه، انا اللي هتجوز ولا عايز تلت الميراث؟ كفايه عليا التلتين. تاني ها اللي انت ما تعرفوش ان التلتين دول هما الاوتيل، والاوتيل عليه مديونيه وهيتحجز عليه قريب. ايه ده؟ الاوتيل مديون؟ مديون؟ والله يعني ايه؟ يعني هيتباع قريب ومش هيفضل لك غير التلت اللي انت بتضحي بيه عشان تبقى عازب. لا يا راجل ليه كده يا جدي؟ ليه كده؟ انا كنت بحبك قوي.